مرحبا بكم في قناة أوراس تي في مع وصفة في دقيقة تقدمها الأستاذة الدكتورة فوزية شبعاني. هذه الوصفة اليوم هي وصفة يحتاجها كل إنسان منا، هي وصفة لعلاج الاكتئاب، لعلاج القلق، ولعلاج طبعا ما نسميه بالخلع، وكذلك للناس الذين يعانون من الأرق، ما يرقدوش، الناس اللي ما يقدروش يرقدوا ليلا يعانون من الأرق. هذه الوصفة بسيطة وسهلة، تحتوي على 3 مكونات. المكون الأول هو ما نسميه بالزعرور البري، هكذا، هذه أوراق الزعرور البري. المكون الثاني لدينا البابونج الألماني، فقط هنا نعطي نقطة، البابونج الألماني وليس البابونج الروماني. ولدينا المكون الثالث وهو الشيح الأبيض. الوصفة كالآتي، دائما نأخذ ملعقة من كل مكون، عفوا المكون الأساسي في هذه العشبة هو أوراق الزعرور البري، نأخذ ملعقتين كبيرتين من الزعرور البري، ملعقة كبيرة من البابونج، وملعقة كبيرة من الشيح. تمزج كل هذه المكونات نتحصل على خلطة. كيف تؤخذ هذه الخلطة؟ تؤخذ كأس ليلا فقط عند النوم أو قبل النوم بساعات، يعني إذا الإنسان ما يرقدش عنده أرق يأخذها بعد العشاء مباشرة. دائما لدينا كأس ماء مغلى مقداره 250 مللتر، نضيف له ملعقة كبيرة يعني مقدار 10 غرام من هذه المكونات، من هذه الخلطة التي ركبناها سابقا، ونغطي الكأس ونتركه ينقع من 15 إلى 20 دقيقة. هنا النقيع حسب القلق وحسب الخلع اللي عندنا، يعني الدرجة نتاعها، والناس اللي ما يرقدوش يقدروا يروحوا في الوصفة من 20 دقيقة حتى إلى 25 دقيقة. نأخذ هذا الكأس ليلا بعد العشاء أو قبل النوم. دمتم سالمين.